وبعدين دخلوا بقى يفتشوا بقى، قلبوا البيت من تحت والسراير والمطبخ والتلفزيون وكله، رموا كل حاجه. كان معايا محمد وبنتي تيسير، دي كانت لسه اتجوزت. والا الضابط يقول لي اخرجي من البيت، يعني خدي ولادك واخرجي. قلت له انا ما اخرجش من بيتي، انت هتخرجني من بيتي ازاي؟ المهم برضو ما لقيش فايده، وبعده خدوا الشيخ وانا هو لسه ما خدوش تحت. بصيت لقيتهم طلعوا بقى يعني مجموعات كبيره على فوق. طبعا انا سبت كل حاجه وطلعت وراهم طبعا، لاني يعني ما يبعدش عليهم انه يحط لنا اي حاجه، اي تهمه اي حاجه يحطها لنا. طلعت ورا برضه لسه طالعه الظابط يقول لي انت رايحه فين؟ قلت له ده بيتي، طالعه شقتي، انت هتمنعني من بيتي؟ طلع بقى يفتش، وبرضه انا عامل نفس النظام هنا بقى، قلبوا الدنيا والدولاب وفوق الدولاب والسرير وكل حاجه. وانا اقول لحضرتك يعني ما ينفعش اي حاجه عايز تفتحها انا افتحها لك، ما تكسرش حاجه. رفوجيت بكلمة اللي بيقول لي ايه، هو قعد 16 سنه وجالكم المره دي اعدام مش هتشوفه تاني. قلت له مش مشكله يعني، هو احسن من اللي انتوا حركتوه في رابعه والنهضه. مقدمين كده بالادله والشهاده، يعني لو اجيب لك الوثيقه الزواج بتاعته مكتوب فيها التاريخ بتاع اليوم الاقتحام المركز، كان يوم فرح واحنا ما كناش فاضيين. هو راح، كان احنا لينا بيت في الناحيه الشرقيه في البلد، وكان ساعتها واخد العربيه على اساس ان احنا عاملين فرح، وهو طبعا ليه معارف كتير وليه اهل كتير وحبايبه كتير. كنا موضبين ارض هناك 5 فدادين على اساس هنعمل فيهم الفرح هناك. في ساعه ما كان ما هو معدي رايح ناحيه المركز هناك، احنا بيتنا في ظهر المركز، الارض اللي كان هيتعمل فيها الفرح. فكان وقف بقى هناك بالنسبه للهيصه اللي كان موجوده، ووقف وسط الناس اللي واقفين، وراح ماشي على طول، لان هو ما بيحبش يشوف المناظر اللي هي، ما عندوش قلب فعلا ان هو يبص يشوف لا دم ولا خناقات ولا يبص على اشكال زي كده. لا هيقدروا يهزونا ولا مهما حكم القاضي، لان اصلا من اساس القاضي اساس الحكم بتاعنا العدل، فهو مش عادل فحكمه باطل يعني. ف ما يعني ما هزناش الخبر او ما اثرش فينا قوي يعني، لان باطل والله. هم استقبلوا الحكم على اساس ان هو يعني هم متاكدين من براءتهم ويقينهم بالله قوي جدا، ما شاء الله عليهم ثابتين وصامدين وما تأثروش بالحكم لأن يعني باطل. بس الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد استقبله بكل طمأنينة والإيمان بالقضاء والقدر، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن شاء الله مش هيتنفذ بإذن الله، لأن الانقلاب ده يعني إن شاء الله إحنا معتبرينه خيال، ده ظلم وكذب. احنا يعني متيقنين ان شاء الله من البراءة ومن فرج ربنا ان شاء الله قريبا قريبا ان شاء الله. الواد يقول نفسي اشوف ابوي، نفسي اقعد مع ابوي. حرموه من ابوه وهو ملوش ذنب، حرموا طفل من ابوه اللي كانش بيقوم من على حجره. وقت بنروح من الساعة 6 نقعد يقعدونا على الارض وعلى التراب وجنب المجاري، وعبال ما يحنوا علينا ويدخلونا نقعد بالساعات، وبيبقى في الليله دي بنبقى سهرانين طول الليل نحضر في الاكل، وساعات ياخدوه مننا وساعات يرجعوه. خبر الحكم بالاعدام دوت ما كانش يعني في استغراب من الخبر، يعني عادي هو دوت حكم العسكر. حسني ياخد براءه والشعب ياخد اعدام. عملنا ليه تقرير طبي وهو موجود في المعتقل، والنتيجه بتاعت التقرير الطبي طلعت ان الراجل ده راجل مسن وفيه مرض في رجليه يمنعه من انه يجري او يمشي، يعني يمشي حركات بسيطه بس. التقرير ده منهم، مش من مستشفى خاص ولا اي حاجه. لما دخل الجيش قعد 13 يوم هناك، وهو في اثناء التدريب اللي هو كان هناك بيقول له افرد ايدك، فشاف ايده فخرج من الجيش ادوا له اعفاء بسبب ايده دي، لان اصلا ما عرفش وهو درب على السلاح ما عرفش يمسكه. اول ما نطق الحكم كلنا كبرنا وهللنا في القاعه، وطول الطريق في عربيه الترحيلات نكبر ونهلل وندعي. والحمد لله لما وصلنا السجن طول الليل نصلي وندعي ربنا ويعني بيهنينا بعض على دي شهاده، يعني ربنا بيصطفي اي حد اللي هو يختاره للشهاده. يفتقد طول بيتخرب، يعني ولا هو موجود ولا اخواتي موجودين، انا لوحدي.
اقول يعني هو والعيله برضه يعني، يعني هو موجود، كنا في وسط عيله في وسط بلد، هو مش موجود فانا لوحدي يعني. كان كل شويه في امل ان في جلسه جايه، وكل ما الوقت نقول يا رب ربنا يكرمه بس، ويكون في تخلص الجلسات بسرعه على اساس ان احنا نرتاح نفسيا من عادته اللي هي الطويله بره ديت. فلما لقينا يعني الخط اتقطع مره واحده واتحكم عليه حكم مفزع بالشكل دوت، كان انهيار للاسره كلها، اولادي واخواته واهله كلهم، كان خبر مفزع جدا للجميع. هم بيقولوا ان فيه نقد، لكن احنا مش منتظرين نقد الارض، احنا منتظرين نقد وعداله السماء بس، ولن نتدخل في اي شيء، ولن يعني احنا كبشر مش هنتدخل في الموضوع ده، احنا منتظرين عدالة السماء في الموضوع ده. قاضي عسكر والمفتي مفتي عسكر، وهو الحكم كله عسكري يعني، انا مش هستنى اي من المفتي العسكري يعني. وبعدين يعني هو كان طلع وحرم الدم اللي كل يوم بيسال في الشارع يعني، هو المفتي يعني بعد ده كله هيجي النهارده استنى ان هو ينصف مظلوم يعني؟ مش هستنى كده طبعا.